السلام عليكم أحبتي متابعي قناة كارتون شو، أهلا وسهلا بكم. اليوم درسنا راح يكون هو الدرس التاسع في طريقة عمل فيلم قصير لأمين ستوديو. نفس الطريقة اللي سويناها بالبداية راح نسويها احنا. احنا راح نجيب لنا صورة من الانترنت ونشتغل بها، راح نسوي الخلفية نشتغل بها بالفوتوشوب. نجيبها هذه مثلا، هذه الطبلة راح نقطعها قطع، نقطعها قطع حتى نخليها بلاير ثاني تصير الشخصية وراها، يعني مو تصير باكراوند كلها هالشكل. وهي الطريقة سريعة اللي يعرف الفوتوشوب أعتقد يقدر أن يسويها. ونحفظها هي هذه، لاحظ راح نمسح القديمة ونحاول أن نصحح الخلفية الأولى، نسويها نفسها ونجيب الطبلة هذه التيبل نخليها بالمكان. جاي نلون احنا المكان حتى يصير كامل. لاحظ اذا تشتغل بالفوتوشوب تقدر تشتغلها. هسه كملت هذه، راح نحفظ الان النوافذ. هاي النوافذ نفرغهن كلهن، لان راح نجيب خلفية ثانية من الانترنت ونخليها خلف النوافذ حتى تبين هذه نافذة. يعني ليش ظلمة هي شكل، لا نسويها بطريقتها. نافذة الباب ايضا، هذه نافذة الباب، كلهن نحددهن ونقلهن ديليت. هسه نحفظها نجيبه بالانمي استوديو. لحظة هسه اجى بالانمي، اجى بالانمي. هسه نجيب خلفيتين حتى نخليهن بعد ورا الزجاج مال الباب والشباك. ناخذ خلفية، ناخذ هاي الخلفية نحفظها، جيبي جاي نحفظها شي عادي ونسحبها مباشرة للبرنامج. الساعة حفظناها، نجيب الوحدة الثانية حتى اللي على الشباك تصير تختلف عن على الباب بعد نافذة الباب حتى يبين البيت. هذا ناخذه حتى تكون غرفة ثانية خلف الغرفة. هسه نجيبهن نجيبهن اثنينهن. لاحظ نخلي هذه خلف النافذة، ونجيب الثانية صغيرة شوي نكبرها نخليهن. الآن نسوي النوافذ، نسوي لنا لاير نخلي بيه نافذة، نسوي لون أزرق. هذه كلها سوينا النوافذ نخليها بالخلف. لاحظ إذا نسوي كنترول R تبين يعني واضحة أكثر. الثانية الشباك أيضا راح نستخدمها نفس اللاير، نسوي له كوبي نخليها. هسه هذا المشهد كمل عندنا المشهد جاهز. يعني هسه راح نجيب شخصية من الشخصيات الجاهزة للأم ونعدل بيها، يعني قبل لا نجيبها نعدل بيها، نعدلها ونجيبها. نختار لنا واحدة من الشخصيات، هذه الشخصية نختارها بس نعدل بالشغلات مالتها، بالأنف بالجسم، لاحظ جسمها شوية كبير، بالملابس نغير ألوان الملابس، نغير ألوان الملابس ونضعفها شوية لأن هي أصلية سمينة. اوكي هسه جبناها، جبنا الام. هسه راح نجيب البت وراها، بتها راح نجيبها. هسه نقعدها على رقم واحد، طبعا اذا تريد تحرك اي عظمة تحركها على رقم واحد. هسه نجيب البنت نجيبها بالطريقة نفس الشيء، نفس نروح للكاركتر وايزر نلقاهن هذه، بس نغير الانف مالتها لين شوية الأنف كبير، والفم ما يصير بها يعني فم الأمرأة الكبيرة يختلف عن فم الطفلة. خلينا لها شغلات إضافيات، نغير بالألوان مالتها. جبناها بس ندورها نسويها بمواجهة الأم. هسه مواجهة، لاحظ إن الطبلة اللي سويناها التيبل صار أمامهم، يعني التيبل صار أمامهم، يعني خاف أكو شغلات تصير عندنا للسرعة إحنا، حتى الحركة ما نسوي حركة الساق وحركة تحتاج لها شغل. الآن نجيب لنا ماكينة حلاقة، هاي ماكينة حلاقة لين بالسيناريو موجودة، تقول أقطع شعري، ماكينة حلاقة هذه نجيبها كصورة نحفظها ونجيبها نخليها على الميز، نصغر حجمها ونخليها على التيبل هذا. بس خليها نجيبها للأمام لأن هسه هي صايرة خلف التيبل. لاحظ صارت حتى يعني تجسد الحكي الكلام اللي أو الحوار اللي يسولفوا بيه. لاحظ الحجم مالها
يعني يكون مناسب وملائم. هسه هذا بالكنترول ار لاحظها، يعني الشغلة كلش حلوة وجميلة صارت عندك. هذه شوية نحركها ماكينة الحلاقة. هسه راح نبدي بالحركة اللي اشتغلناها بالأول، راح نجيب الصوت احنا لنحتاج الصوت، صوت الراوية نجيب الصوت حتى نبدي مع الكلام. شنو الكلام موجود بالسيناريو نقدر نشتغله. هسه جاهزة، جاهز المشهد. لاحظ ان المشهد جميل صار والوان حلوة وشغلاته كلها يعني راقية. نرجع على الصفر، لا تنسى ان تشتغل كله على الصفر. هسه احنا ماكو شيء جبناهن كلهن، هسه راح نجيب، راح نسوي ظل للتيبل، نسوي ظل للتيبل هذا التيبل، بس نحدد الارتكاز مالته نخليه اسفل حتى الظل يجي منا من الشادو، من الشادو نختار ثلاثي الابعاد ونقول له اوكي، ونقول له اوكي. اذا تلاحظ صار له ظل. هسه كنترول ار اذا نسوي نلاحظ اكو ظل تحت الطاولة هذه، صار اكو ظل يعني حتى ينطي شوية شغلة جمالية للفيديو. هسه احنا نحفظ عملنا، كل ما نشتغل فقرة لازم نحفظه لان احتمال يهنق هذا الموها مرات يهنق يعني ويتعبك، يعني مو تعيد وانما هو شغلته شغلة. هسه هذه، هسه راح نبدي احنا بالحركة اللي تعلمناها بال هذه كنترول ار. هسه راح نعدل باللايرات فقط، نعدل باللايرات. اكو لايرات تلاحظ ان لاير امامي لاير خلفي، انت تضبط شغلات المشهد مالك كاملة. واحنا اخذناها بالدروس الثمانية السابقة يعني ما خلينا شيء، احنا فقط الان نسوي الحركة ونسوي شغلات. هسه راح نسوي قطع الشعر للمرأة اللي تقول انا احلق شعري بسبب اصابتها بمرض السرطان. طبعا هو هذا العمل عمل حلو يعني، عمل جميل سوى صديقنا سامي يعني، ومشكور على الصوت اللي ارسله بالرغم انه بالبداية مقطوع الصوت، بس احنا راح نعالجه بطريقة. هذا الشعر خليناه هي شكل كشغلة يعني يبقى مبين حتى بالمشهد يعرف بين هذا الشعر، نفس لون الشعر نزلناه بالأسفل. لاحظ ان هذه المرأة يعني نعدل شوية هذا الكاركتر، هو جاهز بس انت تقدر تعدل عليه شقد ما تريد، بس ما تقدر تضيف نقطة. اذا ضفت نقطة لازم تربطها بعظم، اذا ضفت نقطة هسه هنا لازم تربطها بعظم. انا جاي اشتغل على نفس النقاط الموجودة داخل اللايرات اللي سميتها وومن. هسه من تكمل لاحظ كنترولر جيدة كلهن كاملات. هسه كلهن نخليهن بجروب واحد، صارن بجروب واحد. هسه راح نجيب الصوت، نجيب الصوت مالنا نفسه، هذا الصوت جبناه خلينا الصوت. اذا تلاحظ هسه هذا هو الصوت صار عندنا جاهز، هذا الصوت بس ناخذ التايم لاين نحدده للنهاية، يعني هو كلهن يصيرن على النهاية. هذا نهايته، نهاية الصوت هذا، لان احنا راح ناخذ هذا كامل نسجله الرندرة نسوي فيديو، وبعدين من نروح للمونتاج نظل نقطع براحتنا، نقطع شيء ورا شيء، نقطع شيء بعد شيء. هسه راح نسوي، طبعا هم ما يتكلمون لكن الراوي من يقول الام قالت كذا او قالت هيك، احنا راح نحرك الفم، فم البنت وفم الام بهذه الطريقة. شوية اكو طريقة يعني لما تتعانق وياها، لما الام تعانق بتها شوية بيها، لازم نسوي لنا لاير جديد للايد حتى نخليه للامام واحد للخلف. المهم هسه طبقنا كامل، هسه جاي نسوي الحركة، حركة الام. لا تنسى فريز بون ضروري جدا، راح نشيل الطاولة بشكل مؤقت حتى نشوف
الشغل مالتن حركتن، لازم نشيل الطاولة لأن الطاولة تعرقلنا بالعمل مالتنا. هسه راح نحاول لاحظ حركة، هاي الحركة أخذناها احنا بالدرس السابق، شلون نسوي الحركة، شلون نسوي فريز بون. هسه جاي أسوي الصوت أو العين، حركة العين، لأن هذا جاهز. حركة العين مالته مسوينها سويتش، ما مسوينها مثل ما احنا نسويها بالعظام، مسوينها سويتش. هذه الحركة لاحظ، هاي حركة البت، هاي حركة البت. نسوي هسه نجي نحرك، هسه نحاول ان نخلي الفم، نخلي فمها يتحرك وكأنما سايلنت، يعني هي يتحرك لكن ماكو اي حوار. هذا جاي يتحرك الفم. احنا قلنا لكم الفم اما ناخذه من لاير الماوث او نروح مباشرة للويندوز ونلقى السويتش موجود ونقدر نحرك الفم شلون ما نصير. احنا سوينا بالدرس السابق هذا اللي كلهن سويناهن بالدرس السابق، ولهذا تلاحظون ان الحركة اللي جاي اسويها الان هي حركة سريعة، لان الفيديو اللي سجلته هذا تقريبا ساعتين صار وانا اشتغل به، حتى نسوي اقل، يعني نريد احنا لازم ما يتجاوز الربع ساعة، هسه هذا اكثر من 20 دقيقة طبعا، او احتمال يوصل اكثر، بس انا ضغطت ضغط كامل. هسه هاي حركة الام، حركة الام لما تبكي، لما عيونها طبعا تتلاحظ مع الراوي. انا جاي اسمع الصوت، الصوت جاي اسمعه وجاي احدد الحركة مثل ويا الصوت، يعني الحركة تتحدد مع الصوت. لاحظ ان هاي الشخصيتين جبناهن شخصيات جاهزة وهي نفس الشخصية، لكن شوف شلون تغير الشكل وشلون تغيرت الملامح بيها وتغير كل شيء. نحاول ان نحرك قد ما بينا، نحرك بطريقة او ناخذ، اذا تريد تاخذ الكي فريم تسويها كوبي بيست ايضا تقدر. هسه هذا الماوث اخذناه احنا من الويندوز، طلعنا قائمة سويتش، هي هذه، هذا اذا تلاحظ هذا السويتش، احنا جاي نسوي الام هي اللي جاي تتكلم بالبداية، بعدين تتكلم البنت، ويعني بيناتهم حوار، بس الحوار ما يطلع صوتهن. يعني انا كنت اتمنى لو اكو مثلا صوت بنت وصوت امرأة يصير مع القصة، تصير شوية اجمل واحلى، لكن هو ما دام اكو راوية بالباكراوند بالخلف وراح يقص القصة، يعني واضحة الشغلة، وهي هذه توعوية. وهذا اول يعني تعاون مع صديقنا بالقناة محترف المصري، يعني كل يوم حكاية او حكمة هو موقعها، هذا هي طبعا مشكور اللي وصلنا، واحنا كل اصدقائنا اللي راسلونا طبعا نشكرهم على كل الرسائل والتعليقات، واللي ما جاي يدخل هالايام احنا نفتقده، يعني هواي اكو اسماء انا افتقدتها والله خلال هالايام، يعني سواء كان من بناتنا او من اولادنا جاي افتقدهم، يعني ما اعرف وين، يعني هواي هواي اصدقاء كرار ريالي، يعني امير، احمد، اسماء كثيرة كثيرة، بس يجوز عذرهم وياهم. هسه هاي حركة البنت، هاي حركة البنت، طبعا هذا المشهد فقط، مشهد البنت والام. راح الدرس القادم راح يكون درس المستشفى، لما تروح الام للطبيب ويبلغها بين ما بها شيء بسبب الصدقات اللي دفعت لها. هذا لاحظ، يعني انت تحرك، جرب الحركة مرة مرتين، مو يعني مو ما لازم تطلع لك اول مرة، يعني جرب سرع، يعني حاول ان تستكشف هذا البرنامج الراقي والرائع للرسوم المتحركة. يعني ماكو برنامج انا اشوف افضل من برنامج الموهو، يعني حتى برامج التودي ماكو. يعني هسه انا عندي احتمال نسوي دورة بالكريزي تولك انيميتر، هم بي شغلات حلوة، يعني ممكن، لكن ذاك يعتمد على الصورة، لكن هذا يعتمد على الرسم
والرسم باستطاعتك أن ترسم أنت براحتك أي شيء اللي تريده. لاحظ هذا الحوار، الصوت واضح أمامكم جوا، يعني هذا الصوت تحت، أنا البنت جاي أحاول أن أسوي حركتها هي والأم، يعني هذا الحوار. إحنا التيبل شلنا الطبلة اللي بالوسط شلناها، لكن بعدين راح نرجعها. هسه جاي نسوي الصوت بالنسبة للبنت، صوت البنت. لاحظ السويتش شلون يتحرك، سويتش أنت تحركه براحتك الأصوات، تقدر تأخذين هذا النيكوبي وبعدين بيست. ما دام الشخصية ما تتكلم نفس الكلام الموجود، يعني ما بيها حوار، مو هي تحكي وإنما الراوي راح يحكي، لكن إحنا حاولنا بقدر الإمكان أن نخلي حركة الفم نفس حركة الراوي، نفس حركة الراوي، حتى شوية تنطي انطباع بين هي هذه. بعد ما نخلص هنا لازم نسوي حركة الكاميرا، احنا خليناها كلهن جروب واحد، ونسوي حركة الكاميرا سواء كان على الأم أو على البنت. واحنا حركة الكاميرا طبعا تبدي من لقاء البنية، من الأم تبكي والبنت تحكي وياها، لكن اللي قبلها هو تطلع صورة الراوي، احنا ما راح نطلعها هذه الصورة. لاحظ ان هذه حركة البت لما تجي وتعانق امها، لاحظ انها ايدها صايرة بالامام، لازم نسوي لنا لاير جديد للايد، بس هاي الايد لاير جديد لهذه الايد، ونخليه خلف الام الوحدة، يعني بس هذا اللاير نشيله نوديه بالخلف حتى، ونخفي اللاير الامامي ونطلع اللاير. شلون نخفيهن؟ لازم نعطيهن صلاحية التغيير خلال العمل، يعني أن اللاير ممكن أن نجري عليه بعض التعديلات وهو مو على الصفر، يعني يصير حتى على التايم لاين العادي. هذا طبعا الحركة، طبعا هذا الفيديو تقريبا 54 دقيقة، يعني هواي، لكن اعذروني. لازم تشوفون بي على الأقل. هاي لاحظ ان الأم سويت شخصية ثانية للأم، سوينا شخصية ثانية للأم، خليناها بالأمام حتى كنا نتلافى طريقة المعانقة، يعني هذا العناق اللي يصير لازم إيد الأم تصير على البت، والبت إيدها الخلفية تصير خلف الأم، يعني شيء متداخل، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا عن طريق أن نسوي اللاير اثنين، نخفي واحد ونطلع واحد في نفس اللاحظ. هذا جاي كلهن أسويهن حتى نعدل باليد. هسه تلاحظ شلون راح يصير طريقة الأم، يعني لما تعانقها. لاحظ هاي إيدين اثنين، شوفن أنا راح أخفي واحدة وأطلع واحدة، أخفي واحدة وأستخرج واحدة، إذا تلاحظ واحدة خليتها وبستي صفر، لاحظ صعدناها وياها وبستي صفر، وبعدين أخفي الإيد الأصلية. لاحظ أن هاي الإيد صارت أمام الطفلة، أمام البت، يعني إذا تشوفها هسه كلهن جاي أخفي، أنا جاي أخفي بعض اللايرات اللي ما أحتاجها. لاحظ هسه فقط نخلي البنية توصل إلى، طبعا حركة المشي هذه حركة جاهزة من نفس الشخصية، من تروح للأكشن تلقى موجودة عدة حركات، جامب وال يعني القفز والمشي والهاي كلها موجودة. هذا ني لاحظ فقط هي طريقة. لاحظ هذا الأحمر بالتايم لاين يعني مخفي، واللي الرمادي يعني واضح وطالع. هسه راح بس نعدل بالإيد. هسه لاحظ شلون صارت يد الأم فوق، وأكو يد مخفية
العظام مالتها واضحة، يد مخفية، نحن نشيل العظام هسه، نخفي العظام هسه. البت الإيد اليمين اللي على البعيد صايرة لازم نخفيها حتى ما تطلع، يعني حتى ما تطلع وتسبب لنا، لأن صايرة أمام الأم، صايرة أمام الأم. هسه إحنا لاحظ راح تصير عملية العناق، هذه عملية العناق اللي صارت بين الأم والبت، يعني إحنا نقول بالعراقي شبقتها، ونسويها ونخليها ونخلي شوية حركة حلوة إلها. هي هذه هاي العملية، يعني هي نهاية المشهد الثاني لما تشبقها وتبكي. احنا طبعا العين راح نخليها مغمضة، يعني البلانك نخليها مغمضة. هسه لاحظ هاي الحركة صارت، هسه بنهاية الفيديو انتم راح تشوفون هذه الحركة، راح ارندرها وراح اخليها بالفيديو حتى تشوف بس الحركة مع الصوت، صوت صديقنا. لاحظ اليد البعيدة شوية يريد لها تعديل للبنت، واليد الأم اختفت، إذا تلاحظ الكف ما موجود، احنا نحاول أن نعيده. لاحظ أن الكف رجعنا، يعني بدل كان على الصفر لو بستي مالته، هسه لاحظ شلون هسه الإيد تتبدل بين الإيد الأمامية إلى الإيد الخلفية، وتصير عملية العناق الموجودة في هذا المشهد. لاحظ هذا، هاي طريقته. احنا لازم نجيب التيبل بس نعدل، اللي صارت بالحركة من حركة شوية الملابس مالتها تغيرت. لاحظ العظام، العظام اليد المخفية مبينة بس هذا ما راح يطلع، عظام اليد المخفية مبينة اذا تشوفها، بس احنا ما يطلع العظام. احنا طبعا بالرندرة ما تطلع العظام، ما يطلع هواي شغلات هذي. هسه المهم احنا هسه فقط هذا المشهد. طبعا اصعب شيء بهذا المشهد هو هذا العناق، اصعب شيء موجود بهذا المشهد. طبعا ايد الام لازم ما تبقى مفتوحة، ايد الام لازم تصير مغلقة. الان احنا راح نسويها مغلقة. هسه الايد نسوي الايد اليمين والايد اليسار مغلقة. غمضنا العين، عين البت، يعني من تشوق امها تبكي. وعندك الام ايضا لازم، لاحظ هاي الايد غيرناها، نسوي لها حركة حتى تبين خلفها. لاحظ ان ايد امام البت وايد خلف البت، وصارن متداخلات الشخصية اللي هي هاي صعوبتها. انتم راح تسألون عنا هذا الموضوع احتمال، بس راح افرد ليوم من الايام موضوع كامل عن شلون نسوي طريقة العناق بهاي الطريقة، السلام، طريقة الضرب، يعني واحد يضرب الثاني اذا يريد تصير. هسه احنا نحفظ المشروع مالنا. هسه حركة الكاميرا، نيجي للاير الأساسي، راح نسوي حركة الكاميرا. الحركة الكاميرا راح نحركها من أول ما يبدأ الراوي بالتحدث عن الأم والبت، يعني من هذا المكان اللي تتحدث البت مع أمها. احنا راح نبدي من هذا المكان. القبلة ما نسوي حركة كاميرا، راح نسويها عامة، يعني لقطة عامة حتى نقدر نقطع بعدين بالمونتاج وما راح تتعبنا. بس التايم لاين ننطي شوية زيادة. هسه اذا تلاحظ بالتايم لاين هسه شوية نعدل بحركة كاميرا، سوينا للبنية. الان المشهد الاخير هو جوعة، يعني لقطة عامة. هسه راح نرندرها وان شاء الله راح تشوفون النتيجة الان بنهاية هذا الفيديو. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل قناة كارتون شو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخذت ابنتها في حضنها وبكت. في اليوم التالي ذهبت لتأخذ الكيماوي، فقال لها الطبيب